سوف تموت قريبا، ولكن إن كنت تحلم بالخلاص مني كما تخلصت من حراس المعبد فلا تفعل. وأنت إن كنت تحلم أن تخيفني بالموت فلا تفعل. الموت بالنسبة لي لم شمل. زوجتك آخر مرة حاولت أن تظهر بطولتها قد احترقت وهي حية، لا تكن مثلها. ماذا يحدث هناك؟ أعطني الرسالة التي كتبتها لأرطغرل ليبايعك. إن أرطغرل لن يخون السلطان علاء الدين، هذه مضيعة للوقت. سوف نجمع الجيش بسرعة ونذهب لمواجهة السلطان علاء الدين. إن كتبت هذه الرسالة كن متأكداً أن أرطغرل سيأتي، وهكذا سوف تزيد قوتك. سادتك المخلصون يريدون أن يروا أرطغرل وهو يبايعك، وهذا يتعلق بحياة تورغوت لأنهم سيخرجون غضبهم به. أرطغرل عندما يقرأ رسالة السلطان هذه سيأتي إليكم بسرعة. الآن هو وقت القتال يا سلطان، كان الله في عونك. سيد كونور، أوصل رسالتي إلى السيد أرطغرل بسرعة، أريد أن أراه في حضرتي غدا. بأمرك أيها السلطان. السلطان كتب رسالة البيعة. الأحمق أرطغرل سيقوم ببطولة ويأتي، وعند قدومه لن تكون هنا. لا أريد أن يصيبكم شيء عندما يملأ الدم جسده. هناك محاربون لا يريدوننا هنا نويان،
قتلت الكثير من هؤلاء الرعاة من قبل. ماذا سيحدث لتورغوت؟ عندما يأتي سعد الدين لن يبقى أحد هنا حياً. اعتني بذاك الصبي وافعل ما قلته.